زواج المسلمة بغير المسلم، زواج المسلمة بغير المسلم لا يجوز. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد قال رب العباد سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنون، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لأن يقولون ظهرت عجوز شمطاء جاهلة تقول إنه لا مانع من أن تتزوج المرأة المسلمة رجلا مشركا، بئس ما قالت وتعست وخابت وانتكست. الله قال ما قد سمعتموه: فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأيضا لم يرد في تاريخ الإسلام أن امرأة مسلمة تزوجت بكافر. فهذه الزائغة الشمطاء عليها أن تتوب إلى الله وتستتاب.